صدقني الموت أهون علي من نظرة الكره يلي شايفتها بعيونك. ما في أسوأ من هالحالة اللي وصلنا لها. كل واحد منا في جواته نار شاعلة. الحكي اللي جواتي حاسسته عم يخنقني، ما عم بقدر اتنفس. معقول تكون هي النهاية؟ بس بالعادة قد ما طول الليل بالآخر بدها تطلع الشمس وبدها تبين الحقيقة. ما بعرف، بس عندي شعور إنه بده يصير شيء. قلبي عم يقلي إنه هاد الحب الكبير ما بيصير تكون هيك نهايته. يمكن أنا ناطرة معجزة، معجزة تخلينا نرجع لبعض ونكمل سوا. شبكي مبسوطة بحالتي؟ مستمتعة وانت عم تشوفيني بهذا الوضع اللي وصلت له بسببك؟ لا تديري وشك، طلعي فيني، طلعي بعيوني. هاي جزاتي منك؟ هاي هي النهاية اللي بستاهلها لأني حبيتك؟ عم قلك طلعي بعيوني، طلعي فيني. عم بسألك مبسوطة وانت شايفتيني بهالوضع؟ سكتي، ما عم تعرفي شو بدك تقولي. ها عفوا انا بعتذر، نسيت انه انت ما عاد تتحملي ألمسك. عفوا. روحي من وشي، ما عم تسمعي؟ شوفتك عم تستفزني، طلعي لبرا قبل ما افقد اعصابي وجن عليكي. معقول يكون امير كرهني وما نطايقني؟ ما فيني اتحمل هاي النظره اللي بعيونه. يا ربي ساعدني. هاي ما في حدا؟ شو وينكن؟ حدا يجي لعندي. يلا أفراج نحل موضوعك.
فيني اركض وعانقه، فيني امسك له ايده ونطلع من هون سوا ونروح على مكان بعيد. هي طلعت، فيكي تريحي ضميرك، يلا صار فيكي تروحي تنامي. تفضل غراضك. لساته بيحبني، لساتني بقلبه. كيف نفد مني بالليل وطلع؟ صباح الخير. صباح النور. شكله ما نحل الموضوع. شو بدي أعمل لحتى صالحهم مع بعض؟ الحمد لله على السلامة. روحوا على البيت، أنا ماني جاي. نمت وعانقته للزلمة بعد ما كنت مبهدلته. هلأ وين بدي أهرب مشان ما أتواجه أنا وياه؟ عن جد ما إلي عين أطلع فيه. يا الله على هالقصة. شو هالحالة اللي هي فيها؟ كأنها جاية من جنازة. هلأ هي نفس العروس تبع القصر؟ حبيبتي ريحان، وين كنتي من الصبح؟ دورت عليكي وما لقيتك. كان عندي شغلة ضرورية. الأكل على الطاولة، تفضلي على الفطور.
ماني جوعانة، كلوا انتو صحة. وانا راسي عم يوجعني، لا تواخذيني، بدي اطلع على غرفتي ريح شوي. ماشي حبيبتي، سلامتك، بس اذا احتجتي لاي شيء فانا موجودة. في شي بهالقصة مخبى؟ كيفك هويا؟ أنا ماشي حالي، بس في شي غريب عم بيصير بهالبيت. شو صاير؟ حكيلي باختصار. الفكرة إنه أمير حالته سيئة وريحان حالته أسوأ، يعني في شي مانو منطقي. بدهم يتطلقوا عادي يكونوا متضايقين؟ إيه عادي طبعاً عادي، بس اللي بيشوف ريحان ما بيقول إنه هي اللي طالبة الطلاق. شو هالحكي هاد؟ أمير ما بده يطلقها، هي اللي مصرة. إيه هاد الغريب، صح إنه هي اللي طالبة الطلاق بس كأنها مجبورة. كمال حس إنه جامري إلى إيد بهي القصة. من وين هالإحساس؟ أنا هاد اللي حسيته، وما بظن إنه هالمرة إحساسي رح يطلع غلط. طلعي من الموضوع بلا ما يكبر، لا تلحقي إحساسك وتحليلاتك بلا ما تعديلهم الأمور أكتر. تركي أمير وريحان يحلوا القصة لحالهم. طيب مثل ما بدك، يلا باي. بس مع هيك رح خلي جمري تحت المراقبة. لا تدخلي لي حدا ولا تحولي اتصالات، ما بدي حدا. انجرحت؟ يا ريت ما تحكي معي ولا كلمة لو سمحتي. حكيت مع أمير اليوم؟ ما حكيت مع حدا من وقت ما راحت ريحان مع أمير على القصر. يمكن أحسن إذا استنينا شوي وعطيناهن وقت. وأنتي حكيتي مع ريحان؟ برأيي إنه هن بيحبوا بعض كتير ولهلأ عم يناموا على نفس المخدة. بالإذن لازم خلص كم شغلة. قلت لك ما بدي حدا يزعجني. ما قدرت، ما فيني أعيش بدونك. يمكن لأني كنت مضغوطة كتير، ما بعرف كيف حكيت يلي حكيته. انسى كل يلي صار. أمير أنا كتير بحبك.
بعتذر أستاذ أمير، بس لأني ما لقيت يونجا بمكتبها لهيك فتت بدون ما أستأذن. عرسي آخر الأسبوع، بتمنى أنت وزوجتك تقبلوا دعوتي وتشرفوني. ألف مبروك. رح أفرح كتير بجايتك بالإذن. فيني فوت؟ بدي اطمن عليكي. انتي مالك منيحة. لا تقلقي علي زينب، ما تاكليهم. أنا فهمانة عليكي، أنت عم تعملي شي ما بدك إياه، لهيك أنت بهالحالة. يا ريت تحكي لي لساعدك. طيب مثل ما بدك. للأسف ما حدا بيقدر يساعد. شو هذا الموقف السخيف اللي صار؟ بس طبيعي، أنا عايش مع وحدة تصرفاتها غريبة، طبيعي يصير هيك. بكفي السكينة. ما
لازم انسى انها انقذت بنتي، وبعد اللي عملته طبيعي كتير اني افكر فيها. مشغول بالي على ريحان، يلي بشوفها بيعرف انه ما بدها الطلاق وانها مجبورة. في انها بالسيرة، في شي مخبى. اكيد انت حاسس مثلي. ما المشكلة انه كمال قال لي ما اتدخل بالقصة مشان ما عقدها، بس انا حاسة جامري الى ايد بالقصة. نظراتها وتصرفاتها مانا مريحة بنوب. لا، ما رح ارتاح لحتى احكي مع ريحان. ليكي كان بدي اياكي ريحان، ممكن احكي معك بشغلة؟ أنا بس كنت بدي أشوف خالي إذا لازمه شي. عم تهتمي بحكمة وتفكري فيه وأنتي بهالوضع؟ ما تاكلي هم، ما بده شي هلأ. خلينا نحكي كلمتين. بدي إياكي بشغلة كتير مهمة. هلا هدول متخانقين ولا متصالحين؟ انا ما عاد فهمت شي بالمره. نارين، كمال خلص الشاي، ما بدك تصبي له كمان؟ عم بقرا شغله مهمه وشدتني وهلا صرت بالنهايه. كمال، نارين عم تسأل إذا بدك شاي. لا شكرا، ما بدي شي. يسلم. يا الله دخيلك، ما عم يحكوا مع بعض ولا حرف. هذا البيت رح ينهار والعيلة. يا ربي. اسمعي ريحان، عم تطلبي الطلاق بس أنا شايفة إنه حالتك أسوأ من حالة أمير. لا ما فيكي تنكري، شايفة إنك ما بدك تطلقي وإنك مجبورة،
بس أنا ما بعرف شو السر. مانك قدرانة تخبرينا ولا حتى تخبري أمير. بترجاكي حكيلي، بركي بقدر ساعدك. جربي. ما في شي أبدا. متأكدة إنه جامري إلها علاقة باللي عم يصير؟ لا ما في هيك شي. انتي شو خطر لك؟ أنا شفتك قديش توترتي بعد ما طلعت من غرفتك هداك اليوم. قالت لك شي أو هددتك؟ بس ما بعرف شو اللي قالته. بس الحكي اللي قالت لك يا خوفك كتير. أنا شفتك. اسمعيني، بترجاكي وثقي فيني. ريحان، جامري بشو عم تهددك؟ بدك اتقبلها؟ طيب تحملي لكان. شو رح تسأل؟ رح خليكي تندمي على كل كلمة قلتيها. شو عم تساوي؟ قليلي لمين بدك تبعتي؟ لأمين. هيك أنا برتاح وما بضطر عزب حالي وروح على المخفر. لا تجني وهاتي الموبايل. هيك أنا ما بكون سلمت أمير للشرطة بإيدي. بس أكيد أنتي بتعرفي شو رح يعمل لما يشوف الفيديو. ما هاتي الموبايل من إيدك، لا تبعتي. جامري عطيني إياه. لما يروح يسلم حاله للشرطة تذكري أنه حياة أمير تدمرت ورح يقضي عمره بالسجن بسببك. المفروض تكوني فهمتي هلأ أني ما عم ألعب وأنه ما عندي مزح وأني جدية. هاتي لهم. لازم تخليه يكرهك. أنتي بدك تلاقي طريقة لتخليه يكرهك وما يطيق سيرتك. هالمرة مرقت بس لا ترجعي تجربين. بترجاكي قليلي احكي لحتى اقدر ساعدك. جامري شو قالت لك؟ شو القصة ريحة؟ ريحان، بس بدي قلك إنه أنا معك. إذا في شي حكي لي. ما في شي لحتى أقوله. والحقيقة إنه أنا حاولت كمل بس تعبت. ما رح كذب، أنا ما توقعت أسمع منك هالكلام بنوم. يعني عن جد ما عاد حبيتي لأمير؟ أو يا أنا بوضع ماني قدرانة أحكي. عن جد أنا كتير تعبانة، بدي استأذن وأطلع على غرفتي. ريحان
ريحان بس لحظة. ريحان؟ هذا الباب ليش مفتوح؟ بس لحظة. خير ابني؟ فيكي تبقي مع مسال الليلة؟ ايه فيني طبعا، بس خير مشان شو؟ بكرة موعد جلسة الطلاق وخايف مسال تتأثر بالموضوع. اي جلسة طلاق؟ ما فهمت عليك، وشو دخلها مسال؟ لا تكتري علي الأسئلة، قوليلي فيكي تضلي معه؟ ايه اكيد فيني، لا تاكل هم، طبعا انا رح ضل معها كل الوقت. اهلين. ولي معقول كمال بده يطلقها لنارين؟ ها لا، وعم يخبرني بشكل كتير طبيعي. ايه ماله مستوعب انه هو عم يعمل مصيبة؟ يا رب دخيلك. الحمد لله أنه رجع، قلبي مثل النار عليه. ما حسيت عليك لما أجيت، رجاك لا تعمل فيني، ما بدي أضعف، ما فيني قاوم هي النظرة. بكرة موعدنا بالمحكمة.
أنا بدي أتطلق. ريحان شو قلتي؟ أمير أنا بدي أتطلق منك وما عم بتحمل إنك تلمسني وما عم بتحمل إنك تلمسني. أنا كتير بحبك، هذا الحب هو حياتي، أنا مجنون فيك. وحبي لإلك ما في شي بيوصفه. أنا حبيتك بكل حالاتك، حبيتك بكل لحظة، وشكرت الله لأنك موجودة بحياتي. يا ريت تقولي الحقيقة. ليش؟ ليش فكرتي تطلبي الطلاق؟ بكرة موعدنا بالمحكمة. يا رب كون معي بهاليوم، يا رب ما إلي غيرك، يا رب قويني ولا تخليني أضعف، كون سندي لأتجاوز هالمرحلة، يا رب احمي أمير من كل شر وكون معه وخفف عنه بهالنهار الصعب. قالت لي ما بتحبني، وقالت لي كمان إنه مو طايقة ألمسها. مشغول بالي عليك، شو صار بيناتكم؟ تصالحتوا بعدين؟ خلاص فهمت من سكوتك. إمتى المحكمة؟
الساعة 3 رح اجي معك. ظفر ما تجي، ما بدي حدا يكون معي. فهمت، ما رح اضغط عليك وضايقك اكتر بما انه هذا اللي بدك اياه. ماشي، نلتقي بعدين. سامحني أمي، عن جد أنا ما بعرف أي الأصعب، الطلاق والانفصال وهي النار اللي شعلة بقلبي، ولا أني أبقى وغامر بحياتك وشوفك بالسجن بسببي أنا. يا ريت فيني خبر شي حدا. بس ما فيني. لا ما بقدر. يمكن لو شاف الكره يلي بعيون جيمري كان اتوقع ليش عملت هيك وضليت ساكت. الحقد يلي جواته مو مخبي حاله وواضح كتير بعيونه. هي مستعدة كرمال تفرقنا. تزد حالة بالنار وتعمل لسه أكتر من هيك. أنا علقانة بإيد وحدة ما عندها رحمة.